الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سؤال عن النعم، ماذا عملت فيها؟ لدرجة أن ذكر بعض العلماء أنك ستسأل: هل تنعمت بالنعمة كما ينبغي؟ ربنا اداك زوجة تنعمت بيها، دي نعمة. ربنا سبحانه وتعالى قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ فعند الزوجة والولد هنا إيه؟ نعمة. هل تنعمت بزوجتك؟ تنعمت بولدك كما ينبغي؟ ستسأل ولتسألن يومئذ عن النعيم. هل استعملها كما يراد منها أم أهملها فلم يعرفها ولم يشكرها؟ نحن بنتكلم على نعم كثيرة جدا. نعمة الذكر، ذكر الله نعمة. نعمة السجود، نعمة القرآن، نعمة العينين، نعمة الأسنان، نعمة الأظافر. ستسأل عن هذه النعم، هل تنعمت بها كما ينبغي؟ الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.